يعني كنا عم نتابع فعلا بعض الاجراءات اللي لازم الناس تلتزم فيها خلال هالفتره، خصوصا بالتسوق، لانه هي حاجه يوميه الكل نوعا ما بينزل على السوق. اكيد نور، ويمكن هي النصيحه اللي قدمت لنا اياها هزار بالتقرير هي كثير مهمه، لانه فعلا نحن يوميا عم نتعامل مع كثير اشياء عم تدخل من برات البيت، البيت بيضل وسط امن لانه صحيح. عم ننظفه وايدنا فيه مثل ما بيقولوا كل النهار. هي المشكله بالشيء اللي بنشتريه شو ما كان، او بلبسنا او حتى باي شيء نحن بندخل فيه على البيت. لهيك بنتمنى نكون قدمنا معلومه يستفيد منها العالم. واولى محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن العالم ما قبل كورونا يختلف عن ما بعده، مقولة سمعنا فيها كثير وتم تداولها خلال الأيام الماضية، لكن على أرض الواقع بدأنا نلمس بالفعل اختلاف كبير بسلوكياتنا، علاقاتنا الاجتماعية، وربما ثقافة حياتية ممكن تفرض نفسها مع استمرار جائحة كورونا بالعالم لمدى غير معروف الملامح. أكيد الطبية والعلاجية لهذا الفيروس، فهل جائحة كورونا اليوم فينا نعتبرها نقطة تحول اجتماعي بحياة العالم كله، أم هي مجرد أزمة عابرة؟ الجواب بالتفصيل مع ضيفتنا بالاستوديو دكتورة تغريد مسلم، أستاذة في علم الاجتماع. أهلا وسهلا فيك دكتورة ويسعد صباحك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتورة. يمكن قبل فقرتنا كنا عم نتابع مع بعض تقرير كثير مهم حول يمكن بعض الإجراءات اللي لازم الكل يلتزم فيها خلال التسوق. خلينا نحكي اليوم قديش هي السلوكيات مهمة خلال حياتنا اليومية، يمكن صارت جزء من حياتنا اليومية، بس للأسف إلى اليوم لحد الآن ما كثير كل الناس بتلتزم فيها. يعني ممكن تكوني انت بالسوق اخذ اجراءاتك بس الطرف الاخر مو اخذ اجراءاته، بده يجي يسلم عليك ابتداء من السلام بالايد، حراره السلام. نحن بنعبر نوعا ما بمشاعرنا بطريقه هيك بسيطه وجميله. صحيح، الحقيقه بالعموم نحن كشعب سوري إلا نحن إنه نحن شعب منحب النظافة ونحن شعب نظيف، يعني دائما بنعمل على إنه تكون النظافة موجودة بكل جزئيات حياتنا، لكن الحماية والوعي الصحي يختلف عن هذه المقولة وعن هذه السلوكيات. لابد أن يكون هناك ثقافة ووعي صحي متبادل، حتى ثقافة ووعي صحي متبادل، مش متبادل وليس من فئة. يعني ملاحظ إنه موجود، وجد عند فئة وليست بالقليلة، لكن كذلك هناك فئة ليست بالقليلة كمان لا، ما في عندها الوعي الصحي وما في عندها الثقافة. صحيح. ثقافة حمايتها وحماية الآخر وأنها تهتم بنفسها وتراعي من حولها، هذا الشيء شفنا أنه لحد الآن عم تثبت الملاحظات أنه غير موجود عند الكثير من الأشخاص، رغم حملات التوعية والإعلام المكثف والمعلومات التي تبث عبر وسائل الإعلام وعبر الإعلام الإلكتروني وما غير ذلك، لكن يبقى هناك شريحة كبيرة لا تلتزم. فإذا السلوكيات اللي عم يقوم فيها هالبعض ليس بالقليل هي سلوكيات خاطئة، لابد أنه نتوجه عليها ونشوف نبحث ليش هي ليش ما عم يلتزموا بها التعليمات، ليش ما عم يكون في هالحماية لأنفسهم ولغيرهم. بنقدر نقول أنه السبب هو ضعف الوعي، وضعف الوعي وعدم وجود ثقافة هي من الفرد وهي من الجهة التي الموكلة والمسؤولة عن إيجاد هذا الوعي. نعم. دكتورة، يمكن يعني خلال هي الفترة اللي نحن عم نعيش فيها مو بس نحن عم نحارب فيروس هو خطير وسريع الانتشار، تغيير السلوكيات والعادات المجتمعية هي من أصعب أنواع التغيير اللي ممكن يعاني منها أي مجتمع. دائما بنقول العادة، وخصوصا لما بكون عادة مجتمعية كتير صعب، وحضرتك أدرى بهذا الموضوع. صحيح. باعتبار حضرتك أستاذة بعلم الاجتماع، اليوم الناس مفطورة وخصوصا بشعوبنا العربية على التعبير بمحبة عن كل شيء، على هي الحالة من الألفة، ولكن العالم اليوم عم يفرض علينا نحن نتغير. قد ايه نحن عندنا قدرة اليوم على انه نحن نغير سلوكيات مجتمع بكامله، مو بس بسوريا، بالعالم كله. صحيح، تغيير السلوكيات من اصعب
ما يكون، وإذا لم يكن الشخص من ذاته مقتنع وراغب في التغيير لا يمكن تغيير هذه السلوكيات. لكن بالعموم نرجع للمنظرين والباحثين اللي وضعوا نظريات بهذا الخصوص، في عنا كانت 3 اتجاهات للنظريات، فمن هذه الاتجاهات الاتجاهات الحديثة أو أصحاب النظريات الحديثة الذين يقولون لتغيير سلوكيات مجتمع أو لتغيير معتقدات وفكر مجتمع وتغيير مجتمع بالعموم، أنا بالإمكاني غير سلوكياتهم، وبالتالي هذا تغيير هالسلوكيات رح يخلق عادة، وهذه العادة تخلق معتقد، ومن ثم يتم تغيير ثقافة هذا المجتمع. وأنا مع هذا الاتجاه، لأنه أنا بالوقت الحالي لا يمكن أن أتجه للاتجاه الآخر من النظريات وأغير المعتقدات. جربنا وشفنا المعلومات التي تبث وبكثافة، قام الإعلام بكثافة ببث معلومات، لكن ما شفنا تغيرت السلوكيات، ما شفنا تغيرت عادات. قديش يمكن اليوم نحن بس يمكن دكتور قديش اليوم يمكن هي العادات يمكن والتقاليد والثقافة بمجتمعاتنا العربية خصوصا عم ندفع ثمنها، يعني هي الثقافة مثل ما قالت سلمى، نحن بالفطرة اللهفة المحبة بنعبر، اليوم هي تحولت من نعمة لنقمة، يعني هي بعدها صلة الرحم والألفة بين الناس كانت نعمة، اليوم عم تشوفي لا بالعكس، قديش فعلا هي كانت مقياس، او هون بعتقد وعي الناس اللي بيحدد هدول التفاصيل. قد ما كان وعيك بهدول التفاصيل كبير، وقد ما قدرت تاخذ هي الاجراءات انت فيك تحولها لنعمه اخرى كمان. صحيح. هلا بالعموم السلام والعناق والتقارب الاجتماعي هي مو بس عادات، هي أعراف اجتماعية خاصة صحيح. بمجتمعنا وبمجتمعنا الإسلامي بالعموم والعربي بشكل كذلك خاص، فلذلك هي العادات هي تعتبر من يعني صميم حياتنا. لكن هل تغيرت؟ ايه نلمس تغير، يعني بدأنا انه نشوف سابقا كان انه اذا تسلمي على شخص اذا ما سلمتي وحضنتي وبوستي فهاد يعني بينتقدك او بيعتبر انه انت ما بتحبي، حتى لو كنت بتحبي بدك تسلمي وتعانقي وتبوسي. هلا حاليا لا، صرنا نشوف في تغير بهالسلوكيات، بس مش يعني هلا انت مثلا تمشي بالسوق، كنت عم احكي لسلمى تحت الهواء، تمشي بالسوق بتمشي بالطريق ومعك ابنك او بنتك مثلا، بيقعد الشخص اللي مقابلك بده يسلم عليكي، انت خوفا مش يعني انت الواجب تخافي على نفسك بس كمان بتخافي على اطفالك. صحيح. فما الكل بياخذ هي الاجراءات بعين الاعتبار، وحتى لهلا في عالم بتنقز منك، يعني لما تقولي لا ما بدي يبوس او ما بدي تقربوا او بعده بده بيتحسسوا، يعني بعده في حساسيه بخصوص هذا الموضوع بيعتبروه عن عدم محبه، لا هو لاني بحبك زياده بدي احميك واحمي حالي. هلا بالعموم اذا ما في هذا السلوك راح نشوف انه نحن في عنا نسبه كبيره من السلوكيات اخذه بالتغيير، وعند شريحه كبيره، يعني بدا لما بيتجه لعندك شخص وبده يبوس انت عم تبعدي، صرتي تبعدي، سابقا لا كنتي انت تبادري وتقدمي. فانا صرت عم لاحظ نسبه كبيره من السلوكيات عم تتغير، وخاصة خاصة هالسلوكيات اللي تعتبر أعراف، يعني السلام بالإيد والمباوسة وهالأشياء هي والتقارب الاجتماعي والزيارات الاجتماعية، لقينا إنه هي خاصة كان عندنا شهر رمضان والمعروف بشهر رمضان الأسر بتتبادل الزيارات وبيجتمعوا على سفرة واحدة، وخلال فترة العيد كذلك يعني بيكون فيه زيارات اجتماعية، لا لاحظنا كان في تغير كتير كبير بالمجتمع من حول هذه السلوكيات. إذا السلوكيات أخذ للتغيير، هذه الجائحة وما فرضته من خوف وقلق وإجراءات، هذه كل هذه الإجراءات ستعدل السلوكيات، والسلوكيات هي تعدلت ولو بنسبة لكن بقولي لسه في نسبة، لسه حاليا هذه النسبة ستتبع النسبة التي تعدلت أو اللي تغير سلوكها. فإذا السلوكيات عم تتغير، وإذا حاولنا نرصد السلوكيات اللي كانت خلال فترة الحظر، لاحظنا أنه كانت كل حدا ملتزم ببيته قدر الإمكان، الزيارات خفت كتير وتقريبا انعدمت، كان التواصل الاجتماعي كنا نشوف المثل مع الإجراءات أنه كانوا يطلعوا على الشرفات ويغنوا ويتواصلوا مع بعض عبر مسافات بعيدة، وهذا كان يعني تغير بسلوكيات واتجاه بتغير هالسلوكيات. لاحظنا التعقيم والنظافة زادت زيادة عن اللزوم، واللي بيثبت هالشيء بنشوف المواد
للتنظيف وغيرها، شفنا كمية بيعها بالأسواق ما كانت هالنسبة من مواد التعقيم من مواد التنظيف، كل هاي بتثبت أنه في سلوكيات عم تتغير. فإذا السلوكيات وخاصة السلوكيات هي اللي كلها أخذي تغيرت، ما بسهولة أنا أرجع يعني مرة واحدة أتركها وأرجع للسابق، لا رح تبقى طويلا. ولكن ما إلى مخاطر، إيه كل هالسلوكيات إن كان التباعد الاجتماعي اللي هو أساس حياتنا، اللي هو أساس هو ثقافتنا، هو أعرافنا الاجتماعية، هذا رح يكون كمان له آثاره الاجتماعية والنفسية. وهون أنا كان بدي أسألك السلبية والإيجابية، هون كان بدي أنتقل معك للمحور الثاني من أسئلتنا لليوم. اليوم العالم كله عم بيحاول قدر الإمكان يلتزم بهذا الشيء، ولكن في شيء من داخل الإنسان نفسه عم يرفض انه هو يتغير. صحيح. مو بس عنا، بالعالم كله عم يرفض شوي هاي الاجراءات. عم نتناقل وان كان على السوشيال ميديا فيديوهات مضحكه كانت خلال الايام الماضيه، كيف شخص عم يتنكر لحتى ينزل كان ايام الحظر، كيف حدا ممكن عم ياخذ الموضوع بفكاهه. ولكن بنفس الوقت الناس والاطباء والعلماء عم بيقولوا لسه للان ما تم اثبات اذا كانت هاي الازمه رح تنتهي. نحن ما بنعرف قد ايه رح يعيش معنا فيروس كورونا، لوين العالم متجه حتى الان ما بنعرف. صحيح. هو ضيف ثقيل جدا ورح يستمر ثقيل جدا لامتى ما بنعرف. ولكن تغيير هي السلوكيات قد ايه رح ياثر سلبيا على العائله، وهون بدي يجي لدور الاهل للتعامل مع الاطفال. لهلا في اطفال عم ياخذوا موضوع كورونا بالمزح والضحك، لما حدا بيشوفك لابسه كمامه بالشارع بيضحك بيأشر عليك بيقول كورونا. قديش أنا ممكن قادرة حالياً، وقديه في دور مهم على النواة الأولى بكل بيت العائلة لحتى نفهم هذا الشيء. العائلة دور كبير، ونوهنا بأول عدة لقاءات لنوجه العائلة للاهتمام بالطفل وتوعيته وتثقيفه ومساعدة وممارسة هالسلوكيات معه حتى يتم التغيير. وكان في يعني تغيير، وكان في كان إلى جدوى كل يعني هالإجراءات التي تم وضعها من قبل الحكومة ولا من خلال التعليمات اللي وصلت لكل الجماهير كان إلها دور. لكن إذا إجينا نرصد السلوكيات خلال فترة الحظر اللي هو ما كانت فترة قليلة، لاحظنا أنه في تغير بالسلوكيات من الأسرة للطفل للشباب، كان في تغير يعني كان في له آثاره الكبيرة الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية وحتى كذلك آثار سياسية. فكان آثار كثيرة فرض هذا الفيروس على حياتنا بالعموم، وهالآثار اللي فرضها هي التي قادت إلى التغير. بس في نقطة الأهل أو البيئة المحيطة إذا قدرت تتعامل صح مع هذا الموضوع تكون آثاره أخف. صحيح. يعني قد ما قدرت أنا أتعامل بطريقة صحية نفسية سليمة أقدر وعي المحيط، أقدر وعي مثلا أطفالي، لأنه حتى التواصل الاجتماعي فيه وسائل التواصل الاجتماعي، نحن بالعيلة بنفتح نوافذ عبر الماسنجر وبنحكي مع بعض. يعني بعد هي الالفة فينا نلاقي لها بعض الطرق لنقدر نعلم اولادنا انه هي تفاصيل مؤقته نحن عم نعيشها لحمايتهم، بس هيدا ما بيمنع التقارب الاجتماعي، بس في وسائل اخرى. فالبيئه صحيح. بتلعب دور، المحيط بيلعب دور، حتى طريقه طرح المعلومه. انا لما اطرح المعلومه للمحيط او لعائلتي هي الطريقه المعلومه، اذا كنت عم يعني طرحها بطريقه صحيحه وسليمه ما بقدر انا الا ما يكون تاثيرها ايجابي على ارض الواقع. كان تاثيرها، لكن بالعموم كلنا واجهنا ضغوط إن كان الأهل ولا الأطفال ولا كل أفراد المجتمع كان واجه ضغوط، خاصة مع الفترة الطويلة اللي استمرت فيها فترة الحظر، فكان في ضغوط نفسية على الجميع، وبالتالي هالضغوط النفسية ولدت كتير مشاكل. يعني لاحظنا بكتير بمجتمعنا وكتير مجتمعات كان فيه عنف، زاد العنف المنزلي، زادت نسبة الطلاق، زادت يعني كنا نشوف كتير من الأصوات كانت تعلو من المنازل. هذا كلية نتيجة الضغوط اللي حصلت واللي واجهها الأفراد ضمن إن كان هالمجتمعات أو ضمن العائلات. لكن إنه كنسبة إني أنا وصل الوعي أنا بممارسة هالسلوكيات مع أطفالي أنا بممكن غير سلوكياتهم وغيره، لكن لم يواجه الأطفال ضغط والكبار ضغط لا. أكيد. كان في ضغط، كان في عندي غياب الطفل عن المدرسة، غيابه عن أصدقائه، غيابه عن مدرسه الذي بيعتبره القدوة
والمثل الأعلى لإله غياب الشاب عن جامعته يعني غياب معرفة عن كان للشاب ولا للطفل ولا للجامعي، كان في غياب للمعرفة الموجهة من مؤسسات منظمة، بدأت المعرفة تتجه أو سبل المعرفة تتجه إلى أنهم يأخذوها من الإنترنت الغير موثوق وغير يعني محدد المصادر، وبالتالي هون كان في عندي كمان هذا الأمر له أثره السلبي الكتير كبير، يعني أنا المعرفة بدأت تتغير إذن الإدراك سيتغير، سبل المعرفة وكمية المعرفة اللي عم ياخدها الفرد هذا بيؤدي إلى تغير إدراكه ومن ثم تغير معتقداته وتغير سلوكياته. طيب دكتورة، كمان يعني إلى جانب هذا التغيير السلبي اللي عم تحكي عنه، كان في تغيير مرافق كلياتنا رصدناه خلال الشهر الماضي واللي قبله، اللي هو خلينا نشوف السلوك الاجتماعي الاقتصادي. يعني أنا مو بس عندي تغير المفهوم الاجتماعي للتواصل، صحيح، مفهوم الاقتصادي صحيح. نشأ عنا يعني خلينا نقول فئة مستغلة دائما، صحيح. كل أزمة بنمر فيها بينشأ عنا فئة مستغلة، الشخص اللي بده يستغل هي الأزمة بالبيع الجائر، والشخص اللي بده يكنز كمان جشع بعض الناس أيضا بأنه أنا بدي صمت كل شيء عندي، صار في عندي فجوة كتير كبيرة بالناس وبالتعامل وبالتجار، أزمة اقتصادية اجتماعية ظهرت ولحقت المستلزمات الطبية تماماً فأتنا طرق التعامل الأساسي. يعني أنا في رحمة انفقدت بين العالم، في جشع صار كبير موجود، هذا كيف رح يتم التعامل معه؟ الحقيقة كان من السلوكيات اللي نحن شفناها خلال الأزمة كان في تناقض بالسلوكيات، يعني كان في استغلال، الناس بدأت تاخذ احتياجات اكثر بالبدايه، خوف وقلق، من الخوف والقلق بدها تامن احتياجاتها الاساسيه الضروريه لاستمرار الحياه. بهالمقابل كان التاجر الازمه مستعد وجاهز وبدا يستغل الوضع ويرفع الاسعار، واحنا عم نشوف بين اليوم واليوم الاسعار عم ترتفع رغم كل الضوابط والاجراءات والرقابه، لكن يعني عم تكون ضعيفه الرقابه تجاه فقد الوازع الداخلي، الرقابه عنده. ضعيفه الوازع منه موجود عنده، هون الرقابة هي بتسط وهي بتحدد من هالاستغلال، وبالتالي هو ما كان يعني عم يهمه لا رقابة ولا غيره، وبالتالي نحن يعني بدنا نشدد على دور الرقابة، ما بنعرف بقى ليش دوره كان ضعيف لهالدرجة أو ليش شو سبب هالطيران الأسعار بهالشكل هذا، فبالتالي كان المستغل، لكن كذلك هناك مجتمعي، أنا مجتمع له موروث ثقافي كبير، الرحمة والمحبة موجودة بأعرافنا الاجتماعية وبثقافتنا، كمان شفنا شرائح أخرى كانوا في تعاضد اجتماعي، كانوا وقفوا جنب بعض، صاروا يعني يعينوا بعض، الأسر عادت بعضها، يعني لاحظنا بمجتمعات، يعني مثلا أنا من بمجتمع جبلة كان فيه أشخاص راحوا للسوبر ماركت وأخذوا صاروا يوفوا ديون الناس اللي هي أخذ أغراض وما عندها إمكانية، صاروا يدفعوا الديون تبع في كثير مبادرات اساسا مبادرات طلعت كمان حول اجارات البيوت مثلا خلال شهر الرحمه وخلال شهر رمضان اعفاء من الاجار، في للاسف بكل ازمه اثار سلبيه واثار ايجابيه. لسنا بالمدينه الفاضله، يمكن لمت العيله كلياتنا التمسناها، كناك ما كثير نشوف بعض خلال ظروف العمل وخلال حياتنا اليوميه، لا صح، صرنا نشوف بعض اكثر بالبيت، صرنا نقعد مع بعض ومع اهلينا واولادنا اكثر. بالختام نتمنى انه هي الجائحه تمر هيك سليمه على كل الناس، نتمنى الصحه والسلامه، ودائما نحن بننوه اخذ جميع الاجراءات الاحتياطيه للتصدي لفيروس كورونا، نحن دائما بننوه على وعي الناس، بننبه على وعي الناس، مثل ما قلتي هن بالاخير في اثار جانبيه وسلبيه نحن لازم نقدر نتعامل معها. دكتوره نتشكرك اكيد دكتوره تغريد مسلم، استاذه في علم الاجتماع بجامعه دمشق، على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. شكرا لك دكتوره، بنتمنى كل النصائح اللي قدمتيها الناس ممكن تكون سمعتها واستفادت منها، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك دكتوره.